اليوم من خلال الدورة ديال مجلس الجامعي الأكادير تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إنجاز وتأهيل مجموعة ديال الملاعب المتعلقة بممارسة كرة القدم العادية فوتا 11. وهذه الاتفاقية التاريخية غتمكن جامعة أكادير ومصلحة الرياضة وكذلك جميع الفرقاء والشركاء أنهم ينضموا المنافسات الرياضية الكروية بمدينة أكادير في أحسن الظروف، وكذلك غتمكن أكادير أنها توفر على بنية رياضية متميزة فيها جميع المرافق والضروريات اللي كيحتاجوها الممارسين باش يطوروا المؤهلات ديالهم، وغتساهم كذلك في تطوير الممارسة على صعيد مدينة أكادير. هذه الاتفاقية اليوم اللي تمت المصادقة عليها بالإجماع فالمبلغ ديالها كيناهز 144 مليون ديال الدرهم، واللي فيها إعادة إنجاز ثلاث ملاعب جديدة اللي غادي تم التأهيل ديالها، ستة ديال الملاعب. وهذه العملية هذه غادي تمكن هذه الملاعب أنهم توفر كما قلت على مرافق رياضية وفضاءات رياضية متطورة وحديثة، واللي غادي تساهم كما قلت في ممارسة سليمة وجيدة وتطوير كذلك مؤهلات ديال الممارسين ديالنا. فاليوم هذه الاتفاقية جات كذلك مباشرة بعد الإعلان ديال احتضان المغرب إن شاء الله لكأس العالم 2030، وكما كنعرفوا فأعين العالم غتكون على المملكة المغربية من خلال هذه التظاهرة هذه، ولازم أن جميع جهات ديال المملكة أن تكون فيها بنية تحتية رياضية متميزة واللي غادي تستجيب للممارسة الرياضية في ظروف سليمة وجيدة، وكذلك نمكنوا أن المنافسات الرياضية اللي كتبرمجها سواء الجامعة الملكية المغربية وكذلك العصبة الجهوية أن نلقاو نتغلبوا على ذاك الخصاص اللي كان من ناحية ديال البنية التحتية، وأن الجميع يمارس الرياضة المفضلة ديال كرة القدم في ظروف جيدة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.